conversation is still open. الماتش ده بالنسبه لهم مهم جدا كفريق وكنادي خصوصا بعد خسارتهم في الماتشين اللي فاتوا. الفتره اللي فاتت مركزين قوي على الدوري المحلي ويمكن بذلوا فيه مجهود جامد كفرقه وده طبعا كان مؤثر على ادائهم, ولكن هم دلوقتي جايين وكل املهم ان هم يحرزوا نقاط ويتمكنوا من الفوز. préparé on va essayer de faire le maximum dans tous les matchs qui arrivent. طبعا مشكله تلعب ماتش كل 3 4 ايام تلعب مباراه, بس احنا ما عندناش اختيار ثاني, وانا معايا اللعيبه بتاعتي محترفه وممكن يعني مستوى عالي من الاحترافيه وممكن يجهزوا, بس احنا ما عندناش اختيارات ثانيه انك تلعب كل 3 4 ماتشات خاصه مع النتائج الايجابيه اللي بنعملها. المفروض نجهز اكتر للماتشات التاليه, فزي ما حضرتك قلت تكمل الماتشات دي صعوبه, بس هم مستعدين للكلام. انا بفكر بطريقه مختلفه, انا بفكر دايما خطوه بخطوه او مرحله بمرحله. دلوقتي بفكر في المباراه الجايه بركز فيها بشوف حساباتها ايه, وبعد ما اخلص منها ابتدي افكر في ماتش العوده اللي هتكون بعد يوم 11 كجيرسوا je vais préparer le prochain match. وكل مباراه بنلعبها قدام خصم جديد دي معلومات مختلفه, وطبعا من خلال المعطيات اللي هشوفها في الفرقه هلعبها بكره هبتدي اعد اعداد طبعا مختلف للماتش العوده.